الكرام، من حياكم الله وبارك الله فيكم برئاسة زميلنا وحبيبنا الشيخ علي بدحدح، الدكتور علي بدحدح، وجميع الإخوة الكرام. يعني الحقيقة أنها فرصة طيبة جدا أن نلتقي بكم، ونحن الحقيقة يزورنا الوفود العديدة، لكن ربما يكون هذا الوفد يعني له خصوصيته من العلاقة السابقة ومن المشاريع المستمرة. والحقيقة يعني الكلام لا يمكن أن يعبر عن مشاعرنا وحبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية ولدورها الكريم والرائد في دعم مسيرة الجامعة الإسلامية منذ تأسست وحتى اليوم. وكان أول دعم تلقاه الجامعة في العام 1978 كان من المملكة العربية السعودية، حيث رصدت مبالغ مخصصة للموازنة ولميزانية التسييرية للجامعة، وهذا كان أحد عوامل الدعم الأساسي وأحد عوامل استمرار المؤسسة في ظروف صعبة وفي ظروف عصيبة. باسم إخواني وأخواتي في هذا الوفد نتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة الجامعة ورئاسة مجلس الأمناء في الجامعة وللإخوة جميعا على هذا الاستقبال والترحاب. وأحب أن أشير إشارة واحدة أساسية: الدعم قد يوجد في مشاريع كثيرة، لكنه لا يترجم إلى صورة نموذجية مثالية. بفضل الله عز وجل هنا الدعم يثمر ويتطور ويخرج في نموذج متميز، وهذه هي فلسفة أو قصة النجاح